الفتاوى مع فارس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى. هذا البرنامج المباشر الذي يعنى بالإجابة على استفتاءاتكم حول ما يشكل عليكم من أمور دينكم ودنياكم. نستقبل أسئلتكم على واتساب الإذاعة على الرقم 055-66-89-001. مرة أخرى 055-66-89-001. سيكون معنا في هذه الحلقة ضيفا كريما، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح الحساوي، المستشار الشرعي ومؤسس موقع فتوى الإسلام. السلام عليكم دكتور صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور فارس والإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. كعادتنا في مستهل كل حلقة نعلق على خطبتي الجمعة التي ألقيت في هذا اليوم الفضيل المبارك في الحرمين الشريفين. ففي مكة شرفها الله خطب اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فيصل غزاوي خطبة ذكر فيها أن الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم فيها حياة للقلب والعقل، وحياة النفس والمجتمع هي حياة للأمة كلها. لو تعلق على ذلك شيخنا الكريم مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالحديث عن الاستجابة لله ورسوله هو الأمر بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الاستسلام لأوامر الله والانقياد لها. فأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام يقبلها المسلم ويستجيب لها، وإن خالفت هواه وإن خالفت عادات الناس، وكل اعتبار يخالف ما أمر الله به ورسوله فلا قيمة له، إذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم عند المسلم على كل اعتبار. وإذا تحقق ذلك تحققت الحياة السعيدة، فنحن أمرنا بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وحذرنا الله عز وجل من عدم الاستجابة له ولرسوله، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والمخالفة في كثير من الأحيان تكون عن اتباع الهوى، ويقول جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والسعادة تتحقق بهذه الطاعة وبهذه الاستجابة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وهي سبب للرحمة التي ينشدها كل أحد، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهي سبب للهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. وهي سبب لقبول العمل الذي نسأله كل حين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
وقد كان السلف من الصحابة والتابعين في غاية الاستجابة لأمر الله ورسوله. ونعلم جميعا لما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى مكة إلى المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كما في حديث البراء بن عازب قال: مر رجل من الصحابة بمسجد للأنصار وهم راكعون في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله، وأنه توجه نحو الكعبة. فكيف كانت استجابة الأنصار لذلك؟ يقول: فانحرفوا وهم ركوع حتى توجهوا نحو الكعبة. الشاهد منه سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله، وأن لا يعارض بالآراء والأهواء. وفي حديث جابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قال: استوى يوم الجمعة ثم قال: اجلسوا. قال: فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. الشاهد أنه لم يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل ولا بهوى، بمجرد أن سمع اجلس وجلس. وفي قصة الرجل الذي نزع النبي عليه الصلاة والسلام خاتمه من ذهب، فقال له الصحابة: خذه انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في ذلك كثيرة. فإذا تحققت من المسلم هذه الاستجابة لله ولرسوله وهذه الطاعة، حصلت الحياة السعيدة التامة، وحصل الرشد، وحصل السداد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم البلاد والعباد. كذلك في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري الثبيتي خطبة عن البيت الذي يظلله الدين ويضاء بالطاعة ويدور مع الشرع حيث دار، بيت كريم يخرج نباته طيبا ويثمر بإذن ربه ولو بعد حين. لو تعلق على ذلك شيخنا الكريم. نعم، صلاح البيوت وصلاح الأسر أمر الجميع ينشده، وهو حديث طويل، والبعض يعنى بالأسباب البعدية، أي يسأل عن أسباب السعادة بعد الزواج. والصواب أن حتى يقوم البيت على الصلاح والطاعة والاستقامة فله أسباب قبلية وله أسباب بعدية، والعناية بالأسباب القبلية أهم، وأولها اختيار الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: فاظفر بذات الدين تربت يداك، بعد أن ذكر أسباب يعنى الناس بها في اختيار الزوجة لجمالها ولحسبها وماله، قال: فاظفر بذات الدين، وحذر من أن يقدم شيء عليه، فكل الصفات الأخرى تكون تابعة للدين والاستقامة. وفي النساء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال. والبعض يقدم المال، والبعض يقدم الجمال، والبعض يقدم النسب، وهي مهمة، ولكن تأتي بعد الدين، فيسأل عن دينها واستقامتها أولا، ثم يسأل عن جمالها أو عن حسبها أو عن مالها، وبعد ذلك يقبل أو يرضى، ولكن يجعل السؤال الأول عن الدين. الأمر الآخر من أسباب صلاح الأسر الاعتدال في نفقات النكاح. فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف لما قال: تزوجت على وزن نواة من ذهب أو من فضة، قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. فقال عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره، وفي رواية: خير الصداق أيسره. وما نراها اليوم من نزع البركة من البيوت وأسباب الطلاق، هو من أسباب نزع هذه البركة بسبب الإسراف في نفقات النكاح. والسبب الثالث الذي تصلح به البيوت أكل الحلال، فلا يمكن أن يصلح البيت، تصلح الزوجة والأولاد وهم يأكلون الحرام أو المشتبهات. والسبب الرابع الدعاء، فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون بصلاح الذرية فنحن أولى وأحوج لذلك منهم،
ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقد ذكر الله في دعاء عباد الله الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومن أسباب صلاح الأسر واستقامتها وسعادتها أن يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه من الحقوق والواجبات، كما قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وتكون هذه الحقوق والواجبات بالمسامحة دون تقصي. ثم بعد هذه الأسباب يتأتي القراءة في كتب التربية، تربية الأولاد، وبذلك يصلح البيت ثم يربى على الطاعة، أن يكون أهله من أهل القرآن، إما أن يكونوا من حفظة القرآن أو من المتقنين لتلاوته. قد يتيسر لبعضهم الحفظ وقد لا يتيسر، ولكن يعلم القراءة الصحيحة. فإذا تحققت هذه الأمور في الغالب يكون الصلاح بإذن الله. وقد يشد الواحد والاثنين من الأولاد ابن أو بنت، فيكون هذا من باب الابتلاء للزوجين، كما حصل لنوح عليه السلام ولكثير من كبار أهل العلم عبر التاريخ. إنما هو من الابتلاء إذا قام المرء بالأسباب الشرعية قبل ذلك وأثناءه وبعده. وإذا حصل هذا الصلاح حصلت الحياة الطيبة التي أشار إليها فضيلة الشيخ في خطبته، وكما قال الحسن البصري رحمه الله: وأي شيء أقر لعين الرجل من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا السامعين والسامعات الأزواج والذرية، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا على هذا التعليق والبيان المبارك. أستأذن فضيلتكم والمستمعين في فاصل قصير، ثم نعود بعد ذلك لاستقبال أسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. فاصل ثم نعود. فتاوى مع فارس جمال. عودة إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم فتاوى. نذكركم برقم التواصل معنا لكل شخص يرغب في أن يستفتي شيخنا الكريم، يراسلنا على واتساب الإذاعة على الرقم 0556689001، مرة أخرى 0556689001. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح الحساوي، المستشار الشرعي ومؤسس موقع فتوى الإسلام. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وأهلا ومرحبا بك دكتور. حفظك الله، هذا السائل يقول في سؤاله أن له ابنين أعمارهم الآن سنتين توأم، ولم يخرج عنهما العقيقة حتى الآن، هل يجوز له بأن يخرجها في هذا الوقت خارج البلد الذي يعيش فيه؟ نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأصل في العقيقة أن تذبح عن المولود في يوم سابعه أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فإذا فاتت هذه الأيام فيذبحها في أي وقت، إن كان تأخر مثلا في ظروفه المادية فإنه يذبحها بعد ذلك متى شاء، وهي سنة مؤكدة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، والصحيح أنها ليست واجبة إنما سنة مؤكدة ويكره تركها، لأن المولود مرتهن بعقيقته، ولا لها علاقة أن تذبح في نفس البلد، يستطيع أن يذبحها في بلده أو في غيرها، أو يدفعها للجهات الخيرية بأن يذبحوها ويقوموا بتقسيمها على الفقراء. والسنة فيها، السنة في الأضحية من حيث السنة المعتبرة شرعا، سنة من المعز وستة أشهر من الظأن وسنتان من البقر وخمس من الإبل، هذه أعمارها، وتكون سليمة من العيوب، ويأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، وإن أكلها كلها جاز، وإن أهداها كلها جاز، وإن تصدق بها كلها، كل ذلك جائز.
الشاهد أنه يذبح عنهما الآن إن كان مقتدرا، عن الذكر ذبيحتان وعن الأنثى ذبيحة، وإن لم يستطع إلا واحدة عن الذكر فتكفيه، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذه السائلة حفظكم الله تقول في سؤالها: إذا توضأت للصلاة وجف الماء في بعض أجزاء الوجه، هل يجب علي إعادة الوضوء؟ من الأمور المطلوبة في الوضوء الموالاة بين فروض الوضوء، وإذا كان هذا الجفاف بسبب تيار الهواء، مثلا تكون هناك مروحة أو هواء وجف، فإنها تعيد غسل الوجه ثم تغسل العضو الذي بعده. أما إن كان جفاف الوجه تأخر منها، بأن غسلت وجهها ثم تأنت حتى جف الوجه أو بعضه ثم شرعت بعد ذلك في اليدين، فإنها يجب عليها أن تعيد غسل الوجه، لأن الموالاة من فروض الوضوء، الموالاة والترتيب من فروض الوضوء، والموالاة معناها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، يجف بطبيعته لا أن يجف بسبب الهواء مثلا أو مروحة أو غيرها. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. ذات السائلة حفظكم الله تقول في سؤالها: توضأت لصلاة العصر وكنت مرتدية للجورب أعزكم الله، وأثناء الوضوء مسحت عليه، وعندما دخل وقت صلاة المغرب خلعت الجورب، فهل خلع الجورب يعتبر ناقضا للوضوء ويجب علي إعادته، إعادة الوضوء تقصد؟ نعم. نعم، جمهور العلماء أنها إذا خلعت الجورب كأنه يجب عليها أن تعيد الوضوء، ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يكفيها غسل القدمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يجب عليها إعادة الوضوء، بل تصلي وتعتبر على طهارة، وأن مسحها على الجورب وخلعها له مثل من مسح على شعر رأسه ثم حلقه، فإنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء، لكن إن أعادته أحوط، نقول الأحوط أن تعيد الوضوء، وإن صلت ولم تعيد الوضوء فصلاتها صحيحة وطهارتها باقية، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل حفظكم الله يقول في مسألة السهو في الصلاة: من نسي أكثر من واجب من ركن أو ركن في الصلاة، هل تكفي سجدة السهو عن كل هذا؟ نعم. نعم، من سهى في الصلاة أكثر من سهو فإنه يكفيه سجود واحد، يكفيه سجود واحد، نص على هذا أهل العلم، حتى قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، فيسجد سجدتين إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده، وبعض أهل العلم عنده تفصيل فيما يكون قبل السلام وفيما يكون بعد السلام، والشاهد أنه إذا سهى سهوين بأن ترك واجب أو واجبين من جنس أو من أجناس فإنه يسجد للسهو سجدتين فقط. أما الركن فلا بد أن يأتي به، لو ترك ركنا فلا بد أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: ما هو مفهوم الربا؟ ما هو مفهوم الربا وما هو ضابط تحريمه؟ الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجناس التي يحصل فيها الربا، فقال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، إلى آخر الحديث، قال: ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، يدا بيد. فالأموال الربوية الستة أو ما كان في معناها
أو مكانة في معناها لا بد فيه من التماثل والتقابض، فإذا حصل خلل في التماثل أو التقابض حصل ربا الفضل، أما ربا النسيئة فهي الزيادة والتأخير في الأموال الربوية كذلك. يعني إذا أعطيتك 100 ريال وأعطيتني 110 هذا ربا فضل، فإذا أعطيتك 100 الآن وأعدتها لي 110 بعد يوم أو شهر أو أسبوع هذا ربا نسيئة وفضل. وأهل العلم مختلفون في العلة في هذه الأموال، هل هي الثمنية أو غيرها، على تفصيل عند أهل العلم. والحاصل أن الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة، والأصل فيها الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقوم مقامها. فالأوراق النقدية اليوم تقوم مقام الذهب والفضة، وما جاء من الحبوب ما كان في حكم الشعير فيأخذ حكمه، وما كان من جنس التمر فيأخذ حكمه كذلك. نعم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. نعم، بعض أهل العلم يضيف نوع آخر يسميه ربا القرض. نعم تفضل. نعم، هذا السائل حفظكم الله يقول في سؤاله: ما هي أحكام القصر والجمع في الصلاة والمسافة الجائزة لذلك؟ القصر والجمع رخص، القصر رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والسفر ليس له سبب، والقصر ليس له سبب إلا السفر، فالمسافر له أن يقصر. وهذا السفر مختلف في تحديده، وجمهور أهل العلم على أنه يومان قاصدان 4 برد اللي هو الآن 85 كيلو، فإذا سافر هذه المسافة فله أن يقصر الصلاة إذا خرج من بلده، لا يقصر وهو في البلد، يقصر إذا فارق عامر البلد، يعني يكون صلى في الطريق أو صلى في المكان الذي يقصده. أما الجمع فيجمع وسببه المشقة، والسفر أحدها، وقد يجمع للمطر وللخوف. والمذاهب متفاوتة في مسألة الجمع، فالحنابلة من أوسع المذاهب في الجمع، والحنفية يمنعون الجمع ويقولون الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جمع صوري، بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخرها فلما فرغ منها دخل وقت العصر فصلى، وأخر المغرب إلى آخر وقتها فلما فرغ منها دخل العشاء. والصحيح أن الجمع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي غير السفر. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل حفظكم الله يقول في سؤاله: أنا كافل ليتيم موجود معنا في البيت، يصرف له مكافأة من الضمان الاجتماعي ويصرف له راتب آخر من الاحتياجات الخاصة، وأنا أصرف عليه من هذين الراتبين وأصرف أيضا على البيت وآخذ من هذين الراتبين للمنزل، هل يطبق علي أني آكل لحق اليتيم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يحتاط المرء في أموال اليتامى، والله جل وعلا أباح الأكل من مال اليتيم لمن كان محتاجا، أما من كان مستغنيا فقد أمره الله عز وجل بالاستعفاف عن ذلك، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بقدر حاجته لا أكثر من الحاجة، فهذا هو الضابط. والمعروف مرجعه لعرف الناس، ما تعرف الناس عليه أن هذا الأمر من احتياجات البيت، كما لو عجزت مثلا عن تسديد الكهرباء أو الماء للبيت أو النت اللي صار الآن ضرورة للناس أو حاجة،
فإنه يأخذ من مال اليتيم ما تقوم به أمور أسرته، وإلا في الأصل أنه يحفظ هذا المال لليتيم. فإذا كنت غير محتاج فالواجب أن تستعفف عن مال اليتيم وتجمعه له وتنفق عليه منه طعامه وشرابه ولباسه وعلاجه إذا مرض. وإذا كنت محتاجا فإنك تأخذ بقدر الحاجة ولا تأخذ أكثر من الحاجة، ولا تأخذ للأمور التي فيها مباحات وفيها ترفيه وكذا. لكن الأمور الضرورية لو احتجت للبيت كأساسيات الطعام والشراب والكهرباء والماء فإنك تأخذ من مال هذا اليتيم. الشاهد أن المعروف ما جرى به العرف، ومعلوم أن أكل الإنسان الفقير والإنسان العادي ليس كأكل الغني، ولباسه ليس كلباس الغني، فيأخذ احتياجاته المعتادة، ويدعو الله جل وعلا أن يعينه على ذلك، ويتذكر عظم شأن كفالة اليتيم. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذا ثواب عظيم لا يتحقق لأي أحد. ويقول ابن عمر: لا، ما جلس يتيم على طعام فتقرب قصعتهم شيطان، فيقرب قصعتهم شيطان، بمعنى أن وجود اليتيم في البر في البيت فرق على أهل البيت، فرق على أهل البيت، وربما تدفع الشرور عن أهل البيت بكفالة هذا اليتيم، ربما لا تخطر لهم على بال. واليتيم ليس شرطا أن يكون من أقاربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كفل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وقال: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة البتة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت له الجنة قطعا، كما رواه الإمام أحمد في مسنده. فكفالة اليتيم شأنه عظيم، ولا يمنعك ما يحصل منك من تقصير في التفريط في كفالته. ومن أعظم ما يحتاجه اليتيم غير النفقة عليه من المال الإحسان إليه بالكلمة واللطف، والإحسان إليه في التربية، بمعنى أن تعامله كما تعامل أفضل أولادك وليس كما تعامل أولادك. تنظر إلى أحسن أولادك كيف تعامله، تعامل هذا اليتيم مثله. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على هذا العمل الصالح العظيم. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نستأذن فضيلتكم والمستمعين في فاصل قصير، ثم نعود بعد ذلك لاستكمال حلقتنا، ابقوا معنا. فتاوى مع فارس جمال. عودة إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم فتاوى. نذكركم بأرقام التواصل معنا لكل شخص يرغب في أن يستفتي شيخنا الكريم، يراسلنا على واتساب الإذاعة على الرقم 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح الحساوي، المستشار الشرعي ومؤسس موقع فتوى الإسلام. حياك الله دكتور. حياكم الله دكتور فارس والإخوة المستمعين والمستمعات. حياك الله دكتورنا الكريم. هذا السائل يقول في سؤاله: ما الحكمة أن صلاة الجمعة جهرية عكس الظهر سرية، مع العلم أن كلا الصلاتين في النهار، وصلاة النهار صلاة الظهر والعصر دائما تكون سرية؟ نعم، الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم اجتماع الناس، فالمجامع الكبيرة تكون الصلاة فيها جهرية كالعيدين والاستسقاء والكسوف، فاجتماع الناس يجهر فيه الإمام ويكون ذلك أبلغ، بخلاف صلاة الظهر والعصر الأصل أو العادة فيها أن تكون الجماعة فيها محدودة. أما ما يحصل من الصلوات التي فيها اجتماع الناس كالأعياد والجمعة، فقد جاءت الشريعة
بالجهر فيها، بالجهر فيها، والله تعالى أعلم. هذا فيما يظهر، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله يسأل، يقول في سؤاله: ما حكم المداومة على قراءة سورة البقرة يوميا؟ البقرة جاء فيها فضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها وقال فإنها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والأصل أن الإنسان يختم القرآن، إذا كانت قراءته للبقرة مع ورده المستمر الذي يختم فيه فلا بأس، أما أن يقرأها ويترك باقي القرآن فهذا خلاف الأولى. لا نقول أنه مكروه، لكن نقول خلاف الأولى. الأصل أن المسلم له ورد يختم فيه القرآن لا يزيد عن شهر، بأن يقرأ كل يوم جزء. فإذا كان يقرأ البقرة كل يوم مع بقية ورده في القرآن فيختم فلا بأس، أما إن كان يخصها دون غيرها من القرآن فهذا خلاف الأولى، أن يخص البقرة فقط ويهجر ويترك باقي القرآن. أما إن كان يقرأها ويقرأ غيرها فلا بأس، لا سيما إن كان يرجو بركتها أو دفع أذى أصابه ونحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل حفظكم الله يسأل، يقول في سؤاله: ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعة؟ وهذا الحديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد والترمذي، قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، أي يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين ركعتين كما يصلي سنة الظهر، وهي ليست من السنن الراتبة، العصر ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية، ولكن جاء هذا الحديث في سنتها التي بين الأذان والإقامة. نعم، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا الكريم، ما هي الرحمة المقصودة في هذا الحديث النبوي؟ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالرحمة، بأن يرحمه الله عز وجل، أو تتنزل عليه الرحمة، قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، وقد تكون في الدنيا والآخرة. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. سائل يسأل حفظكم الله يقول في سؤاله: المرأة المتوفى عنها زوجها في حالة العدة، بعض المشروبات مثل القهوة إذا فيها زعفران أو قرنفل أو غيرها، هل لها أن تشرب منها؟ نعم، إلا الزعفران، القرنفل والهيل والقرفة ليست من الطيب، فيجوز للمرأة المعتدة أن تشربها في المشروبات أو تتناولها، أما الزعفران فهو طيب فلا تشربه المرأة المعتدة إلا إذا ذهبت رائحته، فلو وضعته في القهوة وطبخ حتى تذهب رائحته فيجوز لها أن تشرب ذلك، أما إن كانت رائحته باقية فلا يجوز، لأن المعتدة ممنوعة من الطيب. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. سائل يسأل حفظكم الله يقول في سؤاله: هل إدراك الركعة يكون بالركوع أم بإدراك تكبيرة الإحرام؟ ولو أدرك الإمام راكعا ولو أدركت الإمام راكعا ولم يقرأ الفاتحة وهي ركن، هل تسقط عنه؟ إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، فإذا أدرك الإمام وهو راكع وقال الله أكبر قبل أن يرفع الإمام ويقول سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركوع. ومن باب أولى إذا أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام لها فضل خاص، والركعة تدرك بالركوع، ومعنى إدراكه بالركوع أن يكبر
قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، حتى ولو لم يبدأ في التسبيح، فإذا قال الله أكبر وشرع في الركوع وقال الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة. آخر سؤاله ماذا يقول؟ كيف يا شيخ؟ في آخر السؤال ماذا يقول؟ والله يقول في آخر سؤاله: هل تسقط الفاتحة إن أدرك الإمام على الركوع؟ نعم، إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وسقط ما قبل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. لعلنا نختم حلقتنا بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: إذا تاب العبد من معصية ارتكبها وبعد فترة عاد إليها ثم تاب، لكن أيضا بعد التوبة بفترة يعود إلى المعصية، فما حكم ذلك وبماذا تنصحونه؟ باب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا إذا احتضر العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتاب على أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم يحتضر. فإذا أذنب العبد وتاب تاب الله عليه، فإذا عاد فإنه يتوب ويكون صادقا في توبته. وصدق التوبة علامته الندم الذي في القلب، والندم لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ففي الحديث: الندم توبة. وإذا عاد إلى الذنب مرة أخرى فإنه يتوب. والشيطان قد ييأس العبد بأن يقول له: أنت تذنب وتتوب، فأجل التوبة وقد يقبض على المعصية. بل كلما أذنب يتوب. وفي الحديث أن العبد قال: ربي أذنبت فاغفر لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. والشاهد أن المؤمن يعزم أن لا يعود إلى المعصية، لكن لو غلب وعاد فإنه يتوب. وباب التوبة مفتوح، ولكن دون أن يكون هذا من بتهاون من وتفريط وتساهل، حتى لا يدخل في باب الاستهزاء بأن يتوب ثم يرجع. وكما أسلفت أن ركن التوبة الأعظم هو الندم، والندم من أعمال القلوب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فأنت تعلم من نفسك إن كنت نادما فعلا ثم عدت إلى الذنب فإنك تتوب، ولو عدت إليه أكثر من مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، له ذنب يعود إليه الفينة بعد الفينة. والشاهد أن المؤمن إذا أذنب وندم وتاب تاب الله عز وجل عليه، وإذا تاب يسأل الله أن يثبته على التوبة وأن يرزقه التوبة النصوح. والله عز وجل لما أمر بالتوبة ما قال: توبوا إلى الله، قال: توبوا إلى الله توبة نصوحة، اللي هي التوبة الصادقة الجازمة. ثم لو حصل خلل وعاد إلى الذنب فإنه يتوب أيضا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك على طاعته، وليس المؤمن بمعصوم. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم البلاد والعباد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمت من إجابات على أسئلة السائلين في موازين حسناتك وفي صحائف أعمالك، وأن يكون هذا العمل ذخرا لك يوم لقائه سبحانه وتعالى. آمين. وجزاكم الله خير دكتور فارس والقائمين على هذا البرنامج والإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها الرشيدة وما تنعم فيه من خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. شكر الله لكم شيخنا الكريم، والشكر موصول لكل من أرسل وتفاعل مع البرنامج.
سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأن يديم علينا عقيدتنا وقيادتنا، وأن يحفظ قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم مستمعي الكرام، ألقاكم بإذن الله في تمام 3 ظهرا في برنامج ورتل القرآن. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.